فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا نسي المأموم قراءة التشهد الأخير فهل يتحمله عنه الإمام؟ إيه نعم، إذا كان مع الإمام من أول الصلاة، إذا كان مع الإمام من أول الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ما سهى فيه مع إمامه. وأما إذا كان مسبوقا وسهى فإنه لا يتحمله الإمام، إذا أكمل صلاته يسجد للسهو. نعم، فرق بين المسبوق وبين ما غير المسبوق. نعم.